السلام عليكم، مساء الخيرات. Final Toxopractical Exam, 3rd Revision. Station 1. A young boy was present with history of drinking Dettol. You only heard the story. The color of the eskers would be... الوقت الديتول ده كان من ضمن contents بتاعته أو من الحاجات بتدخل فيه اللي تهمني في التوكسيسيتي. واحد من الكروسيفز اللي هو الكربوليك أسيد أو الفينول الاسم التاني بتاعه. طيب ايه هو اللون بتاع الاسكرز بتاعت الكربوليك اسيد؟ براون. اوكي، براون اسكرز. طيب what other signs would be found؟ عندي هنا constricted pupil وقصادها dilated pupil، وهنا المفروض ده يعني دي urine sample بس لونها green. الكربوليك toxicity كان بيعملني constricted pupil و green urine اللي هو A and B. Station 2. The blood sample. The sample was taken from an alcoholic. قبل ما ابدأ بقى في الABGs وادخل في الدايلما دي، انا ممكن اختصر على نفسي واقول يا جماعة دام هو متاخد من alcoholic المفروض ان هلاقي في الABGs metabolic acidosis. الجزء بتاع الacidosis ده هو الخاص بالpH، يعني انا هدور على الpH الacidic. طيب هل 7.11 acidic؟ ايوه، لان هي اقل من normal، يعني هيخلي عيني على دي. تمام. B، هل 8 اساسا اسيدك؟ لا، الكالاين، فانا هشطب بيه كلها. 7.39 ده ماله؟ ده نورمال، فبالتبعي هلاقي دول نورمال، فسي برضو مش معايا، يعني ممكن اختصر عليا وقت واقول الاجابه هي اي. طيب هتاكد، احنا حققنا الشرط الاول. الشرط الثاني ميتابوليك، يعني المفروض يبقى ده اللي افكتد مش ده، عشان ده تبع CO2 المفروض بيخرج في الزفير، المفروض ريسبيراتوري هنحطه على جنب، المفروض ده يبقى نورمال. ده هلاقي فيه defect HCO3، هبص هلاقيه 20، يعني أقل من النورمال، فمظبوط. طيب هتأكد ده هيبقى نورمال، 35 35، مظبوط، يبقى الإجابة بتاعتي A. Which of these tubes، طبعا tubes في الامتحان هيجوا بأسمائهم، يعني هيجي blue violet ring، يعني هيبقى اسمها violet ring في الامتحان، دي اسمها blue tube، دي اسمها pink tube كده. يعني may represent the result of the color test. دلوقتي احنا واخدين التست ده من هو دلوقتي ماشي من الكحوليك، هل بي اللي هي لونها بلو كحول؟ لا، ده دي المفروض تيست تيوب بتاعت باربيتوريت، ودي المفروض بينك تبع الفينوثايزاين. اي اللي هي فيها جزء شفاف وجزء متعكر، دي المفروض بتاعت الالكوهول اللي هو الالكوهول المغشوش اللي مش كله كلير اللي هو ميثانول، يعني المفروض الاجابة اي. ستيشن 3. The picture can be due to the toxic effect of. وقت ان واحد عنده يعني pupillo dilatation، هل atropine يعمل pupillo dilatation؟ yes. هل الفينول يعمل؟ لا، احنا لسه حلين من شوية ان هو اساسا كان بيعمل لي pupillo constriction. طيب هل aspirin يعمل؟ لا، ما كانش له direct effect on eye. هل carbon monoxide يعمل؟ نفس الفكرة، ما كانش له direct effect. دلوقتي بقى هنلاقي الحبوب او البذور بتاعتنا دي بقت شبه بعضها الى حد ما، بس هنحاول نفرق ما بينها بتركايه كده. قال لي دلوقتي الاتروبين ده، او كانه بيقول لي انهي سيد يطلع لي اتروبين. The plant seeds accused for the previous toxicity هي مين؟ قبل ما تفكر هي بي. ليه؟ الاتروبين ما كانش بيطلع غير من 2 سيدز، والاثنين كانوا صغيرين جدا. واحده اللي هي الدتورا سترامونيوم اللي هي هنا اسود، اوكي هو كلهم بيدوسوا بس هي كانت اسود اساسا في الحقيقه، والداتورا فاستيوسا اللي هي لونها عامل زي السمسم شويه مصفر. ماشي. طيب الاي دي مين؟ الاي دي بتاعت الكاستر بتاعت زيت الخروع، هي بتلمع كده شويه، هي بتلمع شويه عندي، هما اتنين شبه بعض في هما متلونين بس دي بتلمع. اوكي، دي اللي هي الكروتون، لا دي ولا دي يعملوا لي اتروبين، حتى اتروبين لايك لا، الاثنين دول كانوا بيرجيتيفز اساسا، فهي الاجابه. ستيشن 4. What is the name of the substance detected؟ ده الراينش تيست detecting arsenic. ليه؟ لان هي مش دوتس، عامله زي كسر الازاز كده، زي ما يكون حد جاب فرشه الوان يعني بدونه يطرطش بيها. طيب is this effective in the treatment of previous poison اللي هو الارسنك؟ ده ايه ده؟ الاكتيفيتد شاركول. الاكتيفيتد شاركول كانت نقطه ضعفه من اسمه CHARCOAL، وال H كالعادة كانت اختصار heavy metals. هل الأرسنك heavy metal؟ yes. then activated charcoal مش نافع، يبقى is it effective؟ no. station 5.
This sign is diagnostic for فراغ toxicity. الأرشت باك مشهورة في استركنين toxicity. The poison accused for the sign above is السؤال ده يعني سؤال out of the box شوية. يعني دلوقتي الاستركنين مش معانا في النظري بس احنا خدنا له حاجة related في العملي اللي هم ايه؟ اللي هم السيدز بتاعته كانت عاملة زي البوتن لايك كانت سيدز كبيرة كده ومفلطحة فده معناه ان هو plant ان هو poison plant in origin or in nature. Stage 6 Bitter almond oil smell is characteristic odor 4 CN, OP, alcohol, benzodiazepine. CN دي اختصار cyanide والOP اختصار organophosphorus. السيانايد كان هو اللي مشهور بالبيتر almond oil. organophosphorus كان ليه برضو specific odor بس احنا سميناه garlic والالكوهول كان له برضو specific odor بس سميناه pleasant يعني كصفة benzodiazepine ما كانش حد بيشمه. طيب If a person was to die from the same poison, and هو CN, red hypostasis would be characteristic for its corpse? Yes. لأن CN والCO كانوا مشهورين بحاجة اسمها red death. من أيام الفرنسي. وتم بحمد الله.